طلبات فيوتشر لشراء محمود مرعي. الاهلي عايز يشتري محمود مرعي مدافع فيوتشر، وممكن يعني زي ما قلت لكم محمد محمود وقع 5 سنين مع النادي الاهلي او مدد عقده 5 سنين مع النادي الاهلي، ممكن محمد محمود يخش في صفقات تبادليه ما بين الاهلي وفيوتشر خلال الفتره القادمه، والاهلي عايز محمود مرعي مدافع فيوتشر. خلي بالكم فيوتشر برضه فرقه محترمه جدا، فرقه قويه جدا، فبرضه بيني وبينكم ممكن كابتن علي ماهر واداره نادي فيوتشر تحافظ على القوام الرئيسي بتاع الفرقه، ما هم برضه عايزين ينافسوا على البطولات، وفي المركز الرابع ممكن يلعبوا كونفدراليه السنه الجايه، فبرضه عايزين فريق فيوتشر فريق قوي، فممكن ما يعني ما يقعدوش كل شويه يستغنوا عن العناصر المهمه في فريق فيوتشر. موسيماني مدرب الاهلي بيرفض اقتراح انضمام مدرب مساعد مصري في جهازه، لجنه التخطيط كانوا عرضوا عليه ومجلس الاداره في النادي الاهلي ان هو يضم عنصر مدرب يعني مساعد اخر للجهاز الفني يكون مصري، ولكن موسيماني شايف ان الجهاز الفني الحالي للنادي الاهلي كافي وهو مش عايز اي عناصر جديده. الاهلي طبعا الفتره اللي قادمه هيبدا يفكر في اللاعبين الاجانب، اللاعبين الاجانب في النادي الاهلي زي مين؟ زي ميكيسوني. ميكيسوني انا قلت لكم اول الراحلين رغم